بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ المادة اللي نحكي عن بالجراف الجوريثم. المرة الماضية حكينا عن إنه في عندي طريقتين عشان استعرض الجراف، أمشي فيهم كلهم. أخذنا البريد فيرست سيرش، وفي عندي إنه خوارزمية تانية بنسميها ديبت فيرست سيرش. ماشي، هلأ هون في حكي عنها شوي، كيف بتمشي. زي العادة اتفقنا ان الوايت هو undiscovered، ما شوف ما مرتش عليها، والجري partially discovered يعني جزء منها تم اكتشافها بس ما حوطش اللي حواليها، والبلاك تم اكتشافها. متذكرين هذا الكلام؟ شرحنا المرة هذيك نفس الفكرة. الان هاي الخوارزمية خلينا نمشي فيها شوية صغيرة وبعدين بنطبقها عملي عشان تفهموها اكثر. لازم الخوارزميات المطلوبة زي هيك مطلوبة منا ولا هي بس المعرفة؟ مبدأ خلينا نحكي انه بتقدروا تطبقوها، مطلوب بتقدروا تطبقوها. يعني مطلوب منا كتابتها وهيك؟ لا، انكم تكتبوا خوارزمية مش بهاي الصورة، خلينا ليوم الامتحان نتفاهم عليه. بس مبدئيا لما قلت لكم، لو اعطيتكم انا جراف قلت لكم اعملوا لي اياه على الديبت فيرست سيرش تقدروا تمشوا لي اياه. فهمتوا علي؟ نفس الكود. بنفهم، بس قصدي انه نكتب الخوارزميه بهاي الطريقه انه كيف كودها. لا لا، هذا مش مطلوب. لا حاليا مش نحفظ كود، ما رح لا ما كود. ما تحفظوا كود، بس لو انا انتم فهمتوا قدرتوا تطبقوها بتقدروا تكتبوها مره ثانيه كسودو كود مع 10% اخطاء، ما في مشكله عندي. بتقدروا تكتبوها اذا انتم خوارزميه بتقدروا تكتبوها مره ثانيه كسودو كود؟ ممكن اذا سودو كود. سودو كود لا، ما بده مطلوب منكم انكم تطبقوها مباشره على السي او على الجافا. تمام. الان الدي اف اس اللي هي ديبث فيرست سيرش لجراف، اول اشي بمشي كل الفيرتيسيز بحولهم لوايت، وبعمل البيرنت للكل نل. هاي الخطوه واضحه اول اشي. بعمل في عندي متغير اسمه تايم، التايم هذا جلوبال، بتعرف الجلوبال جلوبال فاريبل؟ مر عليكم الجلوبال فاريبل؟ لا. اوكي، الجلوبال فاريبل الجلوبال اللي هو مر اللي هو الشيء العالمي متغير معروف اللي بتعرفوه مثلا بالسي بتعرفوه برا المين، وين ما يتغير بيتغير عند الكل. بضل بالضبط. ماشي، في عندي تايم ببلش من صفر. تمام. الان بمشي بكل الفيرتيسيز، اذا الفيرتكس لونها ابيض right. اعمل دي اف سي فيزيت الفانكشن الثاني. الفانكشن الثاني الفيزيت هاد شو بيعمل؟ ريكيرجن يعني هاد ريكيرجن لانه تم استدعاء نفسه هون. ماشي. صح. بس هاد مش ريكيرجن، هاد دي اف اس ودي اف اس فيزيت، فانكشنين مختلفات. اوكي. اول ما بسوي لما اعطيه فيرتكس معين يو فرضا، بعتبر انه لونها جري. تمام. وبزيد التايم واحد وبحط الدي لليو يساوي التايم. الدي اللي هي ديسكفرت، متى تم اكتشافها. الدي ديسكفرت يعني متى تم اكتشافها. اخذت الوقت تبعي. الان كل الادجيسنت لهاي الفيرتك لهاي اليو كل الادجيسنت اذا لونهم ابيض بتحط لي البيرنت لهذا العنصر اللي هو اليو، وبتعمل لي ريكيرجن للفي للعنصر للادجيسنت له. بعد ما اخلص من كل الادجيسنت تبعينه، بما اني خلصت الادجيسنت كلهم بصير اللون اسود، بزيد التايم واحد وبتصير الفينيش، يعني في عندي الديسكفرت متى تم اكتشافها ومتى خلصت. طيب مش مفهوم كتير صح؟ طيب خلينا نروح على التطبيق. نمشي على الرسمة هون، شرح كامل شرح كامل. نبدأ. هاي أنا عندي جراف، عندي جراف دايركتد جراف، تلاحظين إنه كل واحد له سهم. بدي أبلش فرضا من هاي، بدي اعتبر الروت هون.
تمام؟ الآن أول إشي بزيد التايم واحد بلونها رمادي وبزيد التايم واحد. التايم كان صفر أول ما بلشنا صح؟ هذا صار قيمته الديسكفرد واحد. بمشي بكل الأدجيسنت. هلا شو في عندي أدجيسنت لهاي؟ عندي هاي وهاي وهاي. بمسك أول واحدة تمام؟ بمسك واحدة من الأدجيسنت بتصير التايم زائد واحد تبعتها بتصير رمادية والتايم تبعها قديش صار؟ اثنين. طب ما هو كان صفر أستاذ، كان صفر قبل ما يدخل. هاي الكود انت لما تزيد الواحد أوكي. بتشعر الكود. كل حي... بس دخل عليه. لا لما تزيد واحد على الجلوبال وين ما كان بدائي نفس الرقم بزيد عليه واحد بزيد عند الكل. اه يعني كلهم بيزيدوا واحد مش بس العنصر اللي انا فيه. لا هلا العنصر بيزيد اللي انت فيه بس كلهم بيقرأ من نفس المكان، فلما تزيد على المكان الجلوبال كلهم بيشوفوه. لما قلت له تايم كان تايم صفر لما صار تايم زائد واحد صارت واحد. وين ما كان في البرنامج استخدمت التايم بيكون قيمتها واحد. اه تمام اكمل. اه طيب الان هاي صارت تنين ولونها رمادي. في التنين بدي اخذ كل الادجيسنت تبعتها. مين الادجيسنت؟ هاي وهاي مزبوط. نفرض انه اخذت هاي اول واحدة صارت قيمتها ثلاثة وصارت رمادية صح؟ شو في عندي ادجيسنت الها؟ اللي فوق. هاي اللي فوق بس اللي فوق. بس اللي فوق. طب اللي فوق مش ابيض سكني بصير لونها اسود. لا لا لانه اللي فوق انا ما خلصت. انا مبدئيا هاي ما فيش الها ولا واحدة حواليها ابيض. ما في ولا ادجيسنت الها ابيض صح؟ خلص نعم بطلع منها بخرج منها بزيد التايم واحد بخلصها بوقت قديش؟ اربعة. الفينش تبعها اربعة. هون كانت ثلاثة وهون اربعة وصارت اسود. صارت اسود معي لهون؟ ليش صارت اسود؟ يعني خلصت. هلا انا ما في شيء حواليها ابيض. هلا خليكي معي هون نرجع للهون. امشي على كل اللي حواليها اذا ابيض اعمل ريكيرجن. فيش ابيض صح؟ شو بعمل لونها؟ اسود. بعدين بزيد التايم واحد وبعدين بخلي الفينش تبعها اللي هي التايم اللي انا زدت عليه واحد. اكمل؟ نرجع لتحت شوي. هاي صارت اسود. لاحظوا الادجز اللون صاروا بولد صار غامق. هدول ان هدول مشيت فيهم. خلصت من هاي برجع لهاي. هاي شو فيه لها ادجيسنت الثانية غير هاي؟ لها هاي مزبوط. فباجي لهون هاي بتصير رقمها خمسة وبصير لونها رمادي. بسأل حالي هاي شو فيه لها ادجيسنت كمان؟ ولا ايش؟ في لها واحدة سودا. هاي وسودا ما بدي اياها. هاي بسكرها وبسكرها بستة صح؟ برد برجع لهون. هاي شو صار؟ هاي شو فيها ادجيسنت ثانيات؟ في شيء ولا ايش في خلص. هاي بسكرها وشو بحط عليها الرقم؟ الفينيش سبعة. سبعة تمام؟ انا مش طريقة المشي. يعني انت مشيت من يعني من اول واحدة للثانية بعدين ما رحتش على ادجيسنت الباقيين لإلها رحت على ادجيسنت الثانية لانه الريكيرجن. يعني قصدي ما خلصتش انت بتخلصش بشكل عام انه واحدة واحدة. وانا بشتغل في هاي مش بتروح على اول واحدة هاي؟ اه برد ببلش من هاي بشوف شو في لها ادجيسنت بعدين ببلش في هاي. مش اخر واحدة لكل الادجيسنت تاعونها بعدين اشتغلت على هذيك. لا 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 الريكيرجن وين واصل؟ لاحظي الريكيرجن من جوا. بتذكروا الريكيرجن كيف يمشي؟ بمشي الاول جوا 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 بعدين بخرج خطوه خطوه لبرا حسب وين انا واصل. فهو كان واصل عند الثانيه فعمل الريكيرجن للثانيه يشوف ابنائه. اه عند الثانيه لما خلص الثانيه كامله بقول له خلصت من اول ادجيسنت شوف لي ادجيسنت الثاني.
إيه خليني أوضح لكم شغلتين لهالكلام موجودين في الفوق، يعني واحدة موجودة فوق واحدة موجودة تحت. موجودة فوق إنه كل ما تمسكوا إيه نعتبرها كأنه شجرة جديدة وبدأ بلش من عندها، لما أخلص برجع للي فوق، كل واحدة كأنها شجرة جديدة أو سب تري. فهمتوا علي؟ يعني أنا فعليا بخلص من تحت لفوق، يعني من الصغير للكبير، بفوت لجوا جوا بعدين بخرج لبرا. بالضبط. في شيء قريب منها، هي مش نفسها بس قريب منها المفهوم، أو حتى جزء نفسها شوية، اللي هي ستاك. تذكروا البريت فيرس كنا نشتغل على كيو، هون نشتغل على ستاك. اعتبريها ستاك. متذكرين ستاك ولا مش كتير؟ لا مش كتير. ستاك اللي هي لحظة شوي، ستاك والكيو النفس ولا لا؟ المرة الماضية كانت كيو ستاك، هيك بحط أول عنصر هون، ثاني عنصر هون، ثالث عنصر بعدين بقي بعدين بقي معي last in first out. تذكرتوها؟ هذا اللي اخذناه الفصل الماضي. احمد ربكم ان الدكتور جبار بتسمع ايش المحاضره. تمام. واضحه الفكره؟ اعتبروها زي ستاك. انه اخر إشي بفوت لجوه جوه، بخلص واحد واحد وبرد برجع فهمتوا علي كيف؟ اخر إشي بشتغل فيه اول إشي بخلصه. اكمل؟ تمام. اذا في سؤال اسالوني، ما في عندي اي مشكله. طيب الآن خلصت هاي سبعة. شو في عندي adjacent تاني لهاد؟ لاحظوا هذا adjacent بطل ينفع. في ثمانية. اللي هون هذا زبط، بس هاد ما زبط. ليش؟ لأن كنت مخلصه. فهاد وصلت لهون. هذا الثمانية بحطه رمادي وبعتبره ثمانية. بعدين بسأل حالي قبل ما أخلص، هاد شو فيه له adjacents؟ فيه له هاد سنتين وهاد. الآن هاد ما بقدر أصيبه لأنه هذا أسود، باجي لهاد جاهز. باجي لهون بصير هاد رقمه تسعة، بصير رقمه تسعة. بسأل حالي شو فيه adjacent لهاد؟ فيش غير هاد، وهذا مش أبيض ما بيلزمني. شو بعمل؟ بسكر هاد هون. بصير عشرة. ماشي بصير عشرة. لما صار عشرة خلص من هون، بدي يرجع لهون. شو في adjacent إله تاني؟ في الشي لا خلص، بسكره بصير 11 وبرجع لهون. هذا خلصت كل adjacent تبعينه، بسكره وبصير 12. واضحة لهون؟ لسه ما خلصت. وضحت الفكرة؟ هلا كيف بدنا نرجع لهون؟ هاي الصفحة رقم 11 عشان نرجع لها. لحظة شوي، خلصنا الاستدعاء أول مرة عند اليو اللي هو أول سهم هون إذا متذكرينه. هذا اعتبرته يو. استدعينا خلصنا المعظم ما عدا هذول التنتين، هاي وهاي، صح؟ صح. الآن رد امشي بالفور لوب ثاني مرة، امسك لي أي اتش تاني لونه أبيض. نرجع لهاي اللوب. احنا ليش عملنا اللوب؟ عشان نمسكه مره ثانيه. الان بما اني سكرت هاد هون، بمسك هاد. هاد لونه ابيض كان، شو باخذ رقم 13. بسال حالي بناء على ايش؟ مثلا اخذ هاد ما اخذ اللي تحت، ولا شيء، مش مهم انه هيك. اي باعتبار خلينا نحكي انه بشكل عشوائي الاول له اولويه او العادي. ما هو هذا جراف. لا هذا جراف. تمسك اي نود بدك اياها. طريقه مسك النود، هل بدك تعتبريها راندوملي؟ هل بدك تعتبري اول واحده دخلتيها؟ هل بدك تعتبري اخر واحده دخلتيها؟ خلينا نحكي انه في عنده طريقه يختار عناصر. كيف يعني؟ هون اختار اول واحده هاي مثلا ومشي فيهم كلهم. هلا بده يختار واحده من الضايلات، ممكن هاي، ممكن هاي، ممكن اي واحده ثانيه لو في عندي عناصر اكثر. هلا شو الطريق بناء على ايش اختار هاي ما اختارش هاي؟ مش دورنا. الاقربون اولى بالمعروف.
ما فيش أقرب، هي عبارة عن جراف فوق وتحت، فيش فوق وتحت فيها، مش إشكالية كتير. الفكرة إنه الفكرة إنه اخترت واحدة، كيف اخترت مهمنيش، أنت بإمكانكم تمسكوا أي واحدة بتكم يعني، ممكن تمسكوا هاي بهاي الصورة، هاي ما فيش إلها ولا سيبلينج ولا أجيسنت، هاي فبدرد برضو هاي بخلص هاي لحال بعدين بخلص هاي لحال. بس لو اخترنا هاي بتصير هاي 13، شو في أجيسنت إلها، في عندي هاي أسود بديش إياها، هاي أسود بديش إياها، هاي أبيض بصير لونها رمادي 14 لونها رمادي، بعدين هاي شو في إلها أجيسنت، فيش غير هاي وهاي أسود بدناش إياها، هاي خلصت بتصير نعم 15 بتصير أسود، بتصير 15 أسود، بعدين بنرجع لهاي 16 وبتصير أسود، صح خلص خلص هاي خلصنا التري. لاحظوا إنه عمل لي 2 تري، تري من هون وتري من هون، فالدي اف دي اف اس ممكن يعطيني أكثر من تري، مش شرط تري واحدة. واضح؟ والتري لاحظوا كيف ماشي، شو الادجز اللي لونهم غامق العريضات، هدول اللي عناصر التري. هلا بدي احكي عنها بعد شوي. في اي سؤال لهون؟ لا لا. طيب نرجع للكود شوي، اطلعوا لي عليه دقيقتين، واذا في عندكم اي سؤال استفسار مشينا، خلينا نمشي فيهم انا بسرعه. كلهم خليناهم ابيض، والبيرنت له نل، التايم زيرو لكل العناصر، اذا كان ابيض بعمل فيزيت، الفيزيت اول شيء بلونه بلونه رمادي، بزيد التايم واحد، بحطه دي اللي هي الديسكفرد اللي هو التايم اللي حطيته، بمشي كل الادجيسنت، اذا ابيض اذا ابيض بعملها البيرنت اللي هي اليو، وبعدين برد بعمل ريكيرجن، برد بعمل ريكيرجن، لما يخلص الريكيرجن كله ويمشي ويرجع، لما خلص كل الريكيرجن صار لونها أسود، زدت التايم واحد وعملت له الفينيش هو التايم. في سؤال؟ لا. لا تمام. طبعا بمكانكم انتم في البيت تطلعوا عليهم، في هون شرح لكل سطر من الأسطر شو معناهم. ماشي، إذا بتحبوا تتسلوا، بعرف انكم بتحبوا تتسلوا كتير، ماشي. اللهم صل على سيدنا محمد. هذا نفس الكود صح؟ نفس الكود، نفس الكود. طبعا اذا بدكم اي سؤال تفضلي. انت عايدهم ايش؟ كان سلايدات معيودين اكثر من مره، كل مره بيسالك سؤال معين. لاحظ السؤال اللي هون. هلا بنحكي قديش رانك تايم، ماشي. بظن لود ان لانه بتقسم لاكثر من شجره. خلي لا لانه هو ما عندوش باينري 3 كل مره بيشوف الباينري. هو في العاده طلع لي كيف بده يمشي في كل اكثر شيء، راح يمشي على كل الفيرتيسز صح؟ هو ان اللي هو ثيتا للفي اللي هي عدد العناصر، اللي هي عدد العناصر، ماشي. وهون بده يمشي بكل مره للادجيسنت كحد اقصى، قديش بده يمشي عدد الادجز، مزبوط مزبوط. فهو فعليا ثيتا للفي زائد اي، ماشي. اي في حاكي كتير هون بدناش ندخل فيه كتير، ايش عائدكم؟ خلينا نمشي في شوي لقدام. الان الأرقام هدول شو معناهم؟ بدنا نفهم شو معنات الأرقام اللي بنسميهم تايم ستامب. تايم ستامب، خلينا نشوف إنه عدد الخطوات اللي مشينا فيها صح؟ ماشي. لا ترتيباتهم هلا بفرجيكم، إلهم دلائل معينة. أول إشي دائما دائما الدي لأي عنصر أقل من الإف، الديسكفر أقل من الفينيش، هاي واضحة. الثلاثة أقل من الستة، الأربعة أقل من خمسة، واضح؟ ولا لا؟ إنه البداية أقل من النهاية 100%، هاي واضحة يعني تريفيال، ماشي؟ الشغلة الثانية الآن اللون تبع أي فيرتكس
إذا كانت دي مش معينة، إذا كانت دي مش معينة لسه بكون لونه أبيض. دي تعينت والإف ما تعينت بكون جري، بعد ما تنتني تعينوا بتكون بلاك. واضحة هاي كمان؟ واضحة. ماشي. الآن خلينا نشوف شغلات تانية. ممكن نعتبرهم إنه دي زي قوس بداية والإف قوس نهاية. واضح؟ ماشي. وبنتبه للأقواس، بفتح أقواس واحد اثنين ثلاثة بسكرهم ثلاثة اثنين واحد. ماشي. اللي هي well formed expression، يعني ال parentheses are properly listed، بيصير شيء ينفتح بدون ما يتسكر، وبتسكروا بالترتيب زي ما انفتحوا. عيدها شوي بإسمع. نعم. عيدها غلبات. خلينا أوضح لكم إياها هون. مثلاً بين الثلاثة والستة. ماشي. الآن لحظة شوي. عندي الثلاثة، افتح عملوا القوس بداية. ماشي. دي صح. آية هاي واي. أيوة بالضبط. الإكس برضو قوس بداية، هاي إكس. خمسة قوس نهاية. ستة قوس نهاية. كل قوس بفتحه وبسكره. طيب ايش الدي قوس بداية والاف قوس نهاية. تمام هذا مفهوم. هلا شو الواي والاكس؟ هدول دول اسمائهم. اسم ال نو اسم الفيرتكس. تمام لهون. تمام. في سؤال؟ طب استاذ ليش سكرت الواي؟ اوكي، لانه الواي ما في الها ابن الا الاكس، فتسكرت بعد الاكس 100%. اما لو طلع الارقام بالضبط بتقدر تعرف مين بيوات مين حسب الارقام. هلا بنشوف كيف برضه. مفهوم لهون؟ كمل. طيب الان هون كرستنج تو ذا ستاك اوفر سي ذات هاف نوت مين. طبعا الجري ممكن نعملهم بخط معين، هلا بفرجيكم كيف. الان هون حكينا خلصنا. هي طلع على كيف لو بدي شايفين هدول الارقام. نبدا لو عندكم تري بدكم ترسموا تري. نبدا واحد وين بتيجي اس؟ هي هون. بعدين اثنين زد. ثلاثة واي. أربعة اكس. اكس خمسة سكرت الاكس اطلع لفوق. ستة واي سكرت الواي اطلع لفوق. فش خمسة وستة هيهم خمسة وستة هدول. الفينش. اعيد مرة تانية. لا خمسة كمل. اوكي الستة سكرنا. طيب 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 طيب. انا ما فهمت كيف سكرنا. يعني بلشنا اوكي طبعا. واحد اثنين نبدا. اعطوني وين واحد؟ اس 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 هاي واحد صح؟ تنين زد. زد طبعا تنين دي ولا اف؟ دي دي. اذا بنزل لتاني. ثلاثة واي. واي اربعة اكس. اكس خمسة اف اكس اف للاكس. برجع لفوق لهون. انا هلا وصلت هون. ستة اف للواي. اف للواي. انا هون وين وصلت هون؟ سبعة دبليو. دبليو دي للدبليو. ثمانية اف للدبليو. اف للدبليو رجعت لهون. تسعة اف للزد رجعت لهون. عشرة أف للأس. أف للأس خلصت. هاي التري خلصناها. 11 دي تري للتانية. تري تانية. تمام بالضبط. تي دي للتي. 12 دي للفي. 13 أف للفي رجعت لهون. 14 دي لليو. دي لليو. 15
أفلى اليوم. رجعت لهون 16 أفلتي. خرجت من اللوب، هي خلصت التري الثانية. لو في عندي أرقام ثانية ببني ثاني تري. ماشي، وضحت الفكرة؟ هلأ أستاذ كل 10 تري ولا حسب الرسمة؟ أنا بعرف حسب الرسمة، مش إحنا مشينا فيهم حطينا الأرقام. يعني بمشي بالأرقام. لو أنتوا معكم هاي الرسمة لحالها وعليهم بس بس الأرقام، تقدر ترسموا لي الشجرة؟ إذا ما حلو إلا إذا إحنا حطينا المسار. هاي لحالها. تقدر ترسم الأرقام. عادي نتبع في الأرقام بس. هاي شجرة. لو أنا عملت لكم إياها رسمة عادية وبدون ما أحط الأرقام، تقدر أنت تحطوا لي الأرقام؟ تطلع. إحنا بنحطها بتطلع كل مرة شكل، صح؟ إذا أنا بينت لكم أنه البداية ما في مشكلة، وإنت طلعت شكل كل واحدة شكل مش مشكلة. أنا مثلا بقول لكم بدي الأس البداية أو بدي الواي البداية أو بدي التي البداية، وتمشوا عليها. هيك. ماشي. هاي الخوارزمية فوق. وفي تاني مثال تحت بالآخر كمان. في أي سؤال لهون؟ لا. تمام؟ لا. نيم الخرابيش هدول. الآن لما لو عندي عنصرين، عندي DU وFU وDV وFV، ماشي؟ شو في عندي احتمالات إلهم؟ يا بكونوا DU جوات DV، يعني DV بعدين DU بعدين FU بعدين FV. معناته ان اليو ديسندنت، ديسندنت يعني ابن لا الفي. ديسندنت واضح المصطلح؟ بس شو الفرق بين الفي واليو؟ عنصرين يعني. زي النقطه اللي عملتها فوق استاذ. هاي هون خلي مثال الواي والاكس، تمام، 3 بعدين 4 بعدين 5 بعدين 6. إذا الاكس تحت الواي، لو انا مشيت بالتري من الواي بقدر اوصل للاكس. فتحة الاكس تذكرتها جوا فتحة الواي تذكرتها. هي هيك يعني. بتعبير تاني نفس الاشي بالضبط. خلينا نحكي الزد والاكس 2 4 5 9، برضو من الزد بعمل ديسندنت لعندي الاكس. يعني باعتبار انه الواي هي الفي والاكس هي اليو. لا ولا لا مش الواي، الزد هي الفي والاكس هي اليو. يعني كيف كنت تعرف ان الاب هو الفي واخر واحد اجز لإله من اجاته يعني هو اليو؟ ما فهمت منكم، خلينا انا اعبر بطريقتي. بني الواي ابنة الزد. الواي ماشي، بس هلا احنا نحكي بين الزد والاكس بس. عندي ترين. إذا الإكس ابنة الواي الزد ربي. بعدين 5 بعدين 9. إذا هدول تبعين الإكس وهدول تبعين مرة لمست. هدول تبعين الزد، صح؟ صحيح. فهاي الإكس عبارة عن ديسندنت للزد. يعني لو مسكت الزد ونزلت في التري راح أقدر أوصل للإكس. هاي معنى ديسندنت، يعني احد احفاده. فهمتوا علي ولا لا؟ اعيد طريقه ثانيه. بس صح برضه لا ممكن تكون البي ال تفضلي. الواي برضه ممكن انها تكون اليو للزد. هلا بالضبط. هلا الواي برضه قبل الزد ما في مشكلة. الواي يعني الواي هي ثلاثة خليكم أقل عفواً 2 أقل من 3 أقل من 6 أقل من 9، فمن الزد بقدر أصل للواي. واضح؟ خليني أحكي لكم شغلة تانية. لو العناصر منفصلين، هاي مدى وهاي مدى، هل بقدر اوصل من الواي للدبليو بالتري؟ نعم.
ما بقدر من الدبليو للواي ما بقدر بضبط إذ من خلال لا بس هاي دايركتد دايركتد هاد ما بينفع بينفع بس من خلال زد هلا لو زد زد هاي القيمه اللي هون المدى المدى اللي هون محصور جوات المدى اللي هون صح فما اقدر من زد اوصل للواي للدبليو الاس بقدر اوصل مثلا للزد بقدر اوصل للاكس لانهم كلهم محصورين بين الواحد والعشره المدى تبعهم محصور بين الواحد والعشره واضح ولا لا واضح بدكم اشرح بطريقه ثانيه اغير الطريقه بغير ما في مشكله عندي تمام هيك لا. اوكي خلينا نكمل اذا طبعا ما بينفع قبل ما ننتقل ما بينفع تكون هون 2 9 وهون بين 3 و10 لانه هي بنت الزد فبضبطش تكون اكبر وضحت الفكره تمام نقيم هذا الرسمه كمان دقيقه شوي نرجع اوكي لا 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 لا, لا. احنا هون ايوه بالضبط اذا كانوا منفصلات disjoint معناته انه ولا وحده descendant للثانيه descendant يعني child child مش شرط انه مباشر ممكن بعد 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 ما في مشكله descendant يعني احد ابنائه واحد احفاده اذا كانوا disjoint المدى هاد والمدى هاد منفصلين عن بعض معناته disjoint اذا كان اليو جوات الفي ماشي معناته اليو ديسندنت للفي اذا بالعكس الفي جوات اليو معناته الفي ديسندنت لليو واضحه فكره الارقام هدول استاذ هلا انت بتحكي ديسندنت هو بيكون الابن يعني العلاقه مباشره ممكن يكون الابن او الحفيد لا ممكن ديسندنت معناته ابن حفيد 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 ما في مشكله في علاقه يعني عادي ايوه بالضبط يعني احد اجداده أو أحد آبائه. تمام. تمام. أوكي. فهمت. إحنا بنحكي child مباشر. descendant من أول واحد ومن إلى تحت. تمام. تمام. هلا بنيجي للـ edges. يعني حكينا عن الـ vertices والـ edges ما نحكيش عنهم بلاش يزعلوا. الـ edges في عندي أربع أنواع. أول واحدة بنسميها tree edge. اللي هي ببلش فيها من الجري للوايت العكس لا خليك معي هاي كانت اول شيء جري لوين رحت للوايت صح هاي بنسميها تري خلينا نرسمها هاي بنسميها تري ليش تري لانه بلش اول كان هاي سكني وهاي ابيض هلا استاذ احنا ما نحكي عن الايدز شو الالوان تاعتهم لا هون الالوان غير لا 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 الوان الالوان الجري والوايت والبلاك هلا بعد شوي بنشوفهم تبعين الايدجز تبعين الفيرتيسز عفوا مش هاي اول ما ابدا خلينا نرجع لهون بعد شوي لحظه شوي بس خلينا نمحي بعدين خلينا نرجع لصفحة 19 هي أوكي متذكرين أول ما بلشنا إحنا كيف بلشنا خلينا نرجع لأول واحدة هاي رمادية صح هاي رمادية لما اكتشفت الأبيض هذا العنصر بنسميه تري إيدج الرمادي لما يكتشف الأبيض بصير تري إيدج اللي هو هان لونه غامق او عريض واضح اوكي هاي لما اكتشفت هاي صارت 3 ايدج احنا كنا نشتغل بس على 3 ايدجز لحد الان نشتغل بس على 3 ايدجز اللي هي بتكون تشبك بين السكني والابيض اللي بتكون يعني السكني للابيض من السكني للابيض تيجي لهون هلا هاي من هون لهون شايفين هذا الايدج اللي هون بهاي المنطقه اها هذه المنطقة
بنسميه باك ايدج. باك ايدج من سكني لسكني، يعني لو انا مشيت فيه برجع برجوع. اللي هو الباك ايدج من جريت لجري، from descendant to ancestor، يعني من descendant لانسيستر. طلعوا هاي كيف مثلا هذا اللي لونه سكني بسموه تري ايدج، شايفين؟ اكتشفت هون لهون، هاي اللي بيرجع من هون من descendant للانسيستر. ancestor يعني اب عكس descendant، بنسميه باك. تمام، واضح؟ واضح. الان لما اكتشفوا، لما اكتشفوا برضو في هاد سكني لأسود، هذا بيكون أسود صح؟ بنسميه فورورد، اللي بقدر أتجاوزهم وأمشي لهون، بس أنا صرت مكتشفة مخلص. إيش بنسميه؟ فورورد. فورورد هذا بفرجيكم يا الفورورد من جري لبلاك. إذا كانت الدي للأول للعنصر الأول أقل من الدي للعنصر الثاني، ماشي؟ هل هاي بيكون من أنسيستر لديسندنت، من أب لأحد أبنائه. أما الكروس إذا كانت الدي، طلع الكروس هذا كيف جاي، هاد من هون لهون، هاي 12 عفوا آسف 12 هاي للواحد، 12 أكبر من الواحد صح، فبسميها كروس من شجرة لشجرة. أعيد أعيد ومش واضح، لحظة شيء إذا في رسمة أو أوضح. طلع لي كيف، تذكر الرسمة اللي رسمناها في البداية؟ تذكروا مذكرين هاي صح؟ الأسود تري، مشيت من هون لهون لهون، بعدين رجعت بعدين مشيت لهون، بعدين رجعت بعدين مشيت لهون، بعدين مشيت لهون. لما خلصت من هون مشيت من هون لهون، هذول الأسود بسموهم التري، هذول الأسود بسموهم التري. تري هاي بيكون من سكني الأبيض 100%، من سكني، من سكني لا من 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 سكني الأبيض. فرق بين الفورورد والكروس والكروس. الفورورد والكروس، الفورورد بكون بنفس الشجرة والكروس بكون شجرة مختلفة. أسهل هيك عليكم؟ تمام. يعني تفضلي. لا بس عيدها آخر جملة. هلا الكروس، الكروس الكروس بكونوا بشجرة مختلفة والفورورد بنفس الشجرة. تمام، خلينا أفرجيكم كيف. هلأ هون هلأ بفرجيكم برضو كيف برضو نتعرف اللي هي بكون السهم داخل على بسم الله الرحمن الرحيم. نرجع لهون عندي ال 3H حكينا عنه إنه اللي أنا بمشي عليهم، إذا لقيت واحد من الرمادي راح للرمادي وأنا بشتغل بسميه باك إيدج. والباك إيدج إنه هذا لساته مخلصتوش وهذا لساته مخلصتوش، كيف أعرف؟ وشغلة تانية بكون هاد بكون ديسيندنت لهاد، هاد بكون أنسيستر لهاد. أنسيستر يعني أحد الآباء وديسيندنت أحد الأبناء. تمام لهون؟ هاي بالنسبة للباك إيدج. في أي سؤال؟ إنه برجع لحد من آبائي، عكسه الفورورد، أحد الأب الأب الآباء هذا لساته رمادي وهاد صار أسود. بما إنه صار أسود هذا يعني الاب بيرجع للابن، الاب بروح للابن بطريقه مختلفه.
كيف كان يوصل له؟ هو كان يوصل من هون لهون لهون. كان يوصل هيك هيك. في له طريق تانية بسموها فورورد، إنه مباشرة بيقدر يوصل له. تمام. إليكروس برضو من رمادي، من رمادي لا إيه لا أسود. هاي هاد رمادي لما اكتشف هاد إيه هاد أسود ما يقدر يكمل عليه فسمى كروس. هلا كيف بدي أفرق بين الفورورد والكروس؟ شغلة بسيطة، اطلعوا على الدي هاي واطلعوا على الدي هاي. إذا اللي خارج منها أقل بسميه فورورد، إذا الخارج منها أكثر بسميه كروس. نقطة أول السطر سهل؟ لا أي. اطلعوا على الديسندنت، على ديسكفرد، على الدي. هاي دي هون والدي اللي هون ودي. أمحي هدول الخرابيش أول أساس إنه ما نتخربش إيش كتير. لحظة شوي. مرة تانية بطلع على الدي هاي والدي هاي. مين اللي أقل؟ الخارج منها ولا اللي داخل عليها؟ أو باختصار الخارج أقل ولا أكثر؟ أقل. إذا أقل بتكون فورورد. طلع على هاي، هاي خارج وهون داخل. الخارج أقل ولا أكثر؟ أكثر. أكثر بتكون كروس. تمام. خلينا أوضح أفرجيكم ياهم وين موجودين هذا الحكي مرة تانية. بعدين وين موجودين هذا الحكي مرة تانية؟ بس دقيقة محي الخرابيش هدول. أستاذ إذا الداخل أكبر بتكون إيش؟ إذا الداخل إذا... لا خلينا نعتبر الخارج منه. إذا الخارج منه أصغر بكون فورورد. إذا الخارج أصغر وإذا الخارج منه أكبر بكون كروس. واضحة؟ مش من النقطة اللي احنا فيها، من النقاط اللي فوق. انا عندي ايدج، عندي هذا الايدج. هات شو نوعه؟ هات شو نوعه؟ مش اللي جات فيها اربع انواع؟ عندي تري وباك وفورورد وكروس. باختصار اللي لا هو تري ولا باك ولا فورورد بكون كروس. اذا بتحبوا تعملوا هيك. او بحكي هذا السهم هذا ما استخدمتوش، لا هو تري ولا هو باك، بسأل حالي يا فورورد يا كروس. بتطلع على الدي من اللي خارج، هذا الدي بسأل هذا الدي أكبر ولا أصغر؟ أكبر. أكبر معناته فورورد. هذا الدي أكبر ولا أصغر؟ هذا الدي، هذا اللي هون أكبر ولا إذا الخارج منه أكبر بكون كروس، إذا أصغر بكون فورورد. يعني هون إحنا عندنا كروس. هادول كروس هيهم على اللون، على اللون طلعوا اللون. هاد الفورورد بس الوحيد اللي من هون من الواحد للخمسة، لأن يعني الواحد أقل من خمسة اعتبرته فورورد. واضح؟ لا مش واضحة بالنسبة لي. أوكي تمام. مرة تانية طب خليني امشي بالشجره اللي فوق. تمام. نبدا متذكرين كيف هلا هاي بدك تكتشف وين هاي. هاي شو اسم اللي هاد شو اسمه هذا الايدج؟ تري. هاي تري. تمام. هاي من هون شو في عندي ايدجز الها؟ في عندي هاي وهاي. نبدا في هاي. هاي صارت تري. هاي راجع لفوق صح؟ من رمادي لرمادي، من أحد الأبناء لأحد الآباء. شو بنسميها؟ باك. باك. واضح؟ هاي بنسميها باك. في إشي تاني عندي هون؟ لا برجع لهون. هلأ من هون بدي اكتشف هاي. هاي شو بنسميها من هون لهون؟ تري. واضح؟ هاي خلصناها؟ واضح. هاي صارت تري. هاي خلصنا منها. باجي لهون. هلأ هاي بدي تكتشف شو في عندي edges. في عندي هاي الإدج.
صح؟ هاي من رمادي لرمادي، لما يكون من رمادي لرمادي بسأل حالي سؤالين، مين الأصغر هاي ولا هاي؟ لا من رمادي لرمادي باك إيدج. خلي من أس آه فمن رمادي لرمادي باك آه صح، رمادي لرمادي باك صح. لا آه آه خل مزبوط مزبوط مزبوط، من رمادي لرمادي باك. من بس هلا من رمادي ما خلصتش، عفوا انا ما خلصت. مزبوط مزبوط مزبوط، هاي هيك نرجع وهاي بتخلص وبنرجع لهون. هاي بدي اكتشف هلا، مين بدي اكتشف بما اني خلصت من هون؟ بدي اكتشف هاي من رمادي لاسود شو بتصير؟ هلا بنطلع على الواحد والخمسه، هلا الخارج اصغر اذا بتكون فورورد. فورورد هاي بتصير فورورد، تمام. هاي شو بتصير؟ 3 3 لا هي كانت هون اجت لهون. تري. نكمل نكمل هون 3 صحيح، هون من رمادي لاسود. لا لا عفوا لسه ما خلصناش، خلينا ما نخلصش لسه. هلا هون لهون 3، هلا هاي بدها تكتشف تكتشف اللي حواليها، مين حواليها؟ فقط هاي، هاي من رمادي لأسود. 9 و5، 9 أكبر ولا أصغر؟ كروس أكبر. إذا إيش نوعها؟ كروس. كروس. فبخلص. نرجع لهون. هلا بنرجع لهون، هاي خلصناها اللي لتحت. هاي برضو من 8 ل5 حكاية كروس، نرجع هون بنكون خلصنا الشجرة هاي كلها. بمسك الشجرة الثانية، بمسك الشجرة الثانية لونها لونها رمادي، رمادي لأسود. 13 أكبر. 13 أكبر. إذن إيش؟ كروس. 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 13 لتسعة. برضو أكبر كروس. كروس. 13 لهاي فورورد. فور. آه. لا 3 لا هو 3 14 لوين بتعطي؟ لهون. 14 ل5 كروس. كروس تمام لهون. إيه خلص وضحت وضح الانواع هذول. واضحه. نرجع لهون، صرنا 40 بظن. طيب هون اذا كانت الجراف عندكم undirected undirected ماشي، بس تحتوي على تري وباك ماشي، لا فيها forward. اذا undirected الجراف ماشي، بتكون فيها بس تري والباك، ما فيها فورورد ماشي. هون 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 البروف بدناش نحكي عنه، ما بدي احكي عنه البروف. ايش رقم السلايد اللي ما بدنا نحكي عنه؟ البروف 42. بس البروف يعني البروف 41 و42 41 و42 البروف بس اللي مش مطلوب، بس انكم تعرفوا انه الـ undirected عبارة عن تري وباك، واضح؟ ما في ما فيها لا فورورد ولا كروس الـ undirected graph ماشي؟ إذا فيش فيها ولا باك بكون بسميها acyclic. acyclic يعني no cycle، فيش فيها فيش فيها دوران، يعني لما تكون كلها تري بتصير كلها تري. اذا فيش فيها ولا باك معناته كلهم تري. بالضبط تمام، واضحه الفكره هاي. ايش بسميها؟ نو سايكل. اي سايكليك. اي سايكليك او نو يعني نو سايكل. اي سايكليك معناها غير دائريه. مصطلح اي سايكليك زي سينكرونس واسينكرونس نفس الفكره.
أكمل؟ كمل. Guys, we have a tree or forest. طبعاً تعرفوا الفورست لما يطلع عندكم أكثر من تري بنسميها فورست. متذكرينه؟ طيب هاي مثال تاني. هذا المثال تاني طلع كيف بلش. اليو واحد شو في حواليها؟ في عندها هاي وهاي. أخذ تنين. بعد التنين شو في حوالين تنين؟ ثلاثة. بعدين بعد ثلاثة وصل لأربعة. أربعة شو في بوصل لتنين ما بينفع؟ عمل باك لينك. لاحظوا معاي لهون. خلص الأربعة. خلص الأربعة برجع لهون. الثلاثة بخلصها. ستة صارت سبعة. خلصنا. هلا هاد لما خلصت السبعة هذا الإيدج هذا الإيدج صار فورورد لأن الواحد أقل من الأربعة. معاي لهون. صار ثمانية. بعدين بعد ما امسك لي واحدة تانية ممكن امسك ال W. استاذ يعني نفس الادج ممكن تكون بالبداية 3 بعدين تتحول لفورد؟ لا ما تحولت. هاي ما كانت الا هاي الفورد ما بلشنا منها. لاحظي انا مشيت من هون لهون. انه من سكن الابيض مش من ابيض لسكن. من سكن الابيض. ما فيش هو اي شيء بدك تخرجي منه بده يصير سكن اول شيء بعدين بتخرجي منه. بتمشي مع السهم بعد ما يصير سكني مش قبل. تمام. طيب وضحت. فهذا الادج اصلا اللي هون لسه مصيبتوش. لما وصلت لهون وبدأت ارجع اجا يكتشفوا لي رمادي. فطلع فورورد. هلا بعدين الرقم اللي بعديه ل W اخذ تسعة. في التسعة بده يوصل ل أول إيدج لهون. بلاحظ هذا أسود التسعة أكبر فصارت كروس. لاحظوا حطيت لكم إياها بشكل متقطع. صارت كروس. بعدين بده يروح للزد صارت عشرة. الزد في حواليه لاحظوا في عنده لوب لأنه من رمادي لرمادي من رمادي لرمادي سمى باك. صار 11 ورجع لفوق 12 وكان الله بيستر عليه. استاذ يعني دائما اللوب بيكون باك؟ اذا في باك بيكون لوب بتكون سايكليك يعني اذا في شيء ولا باك اللوب بيصير باك. اكيد لانه بيكون لساته رمادي ولفعه رمادي نفس القاعده يعني في باك كمان من رمادي لرمادي ما في مشكله. المهم انه اثنين رماديات. تمام. يعطيك العافية. تمام هيك. بدي أحط لكم وظيفة. أحط لكم جراف دايركت دي جراف. بدناش. بدكوش إيش؟ بدناش رسمة ونقعد نرسم ونتبع خلاص. شو بدكم؟ خلاص حط هيك سؤال وإحنا نجابك. إنه مثلاً شو الفرق بين هاي وهاي؟ إنه إيش؟ شوفوا لأسهلكم الأمر. حدد مين الكروس مين الباباك مين أيوة. نحدد لك هذول. ضع دائرة شكله سكني وأسود. كيف خليني أعطيكم إشي تستفيدوا منه صراحة. إذا أي أسئلة إنشائية في الخوارزميات يعني ما تستفيدوا مني. عندكم خوارزمية نطبقها. إحنا كل محاضرتنا بس على الخوارزمية مش إنشائية. نعم مش إنشائية يعني أنت تكون رسم وحدة زي هاي وإحنا نعرف مين الكروس مين الباك مين الفورورد. هو هذا المفروض رسمته وأسهم. إذا بدكم هيك أنا بعملكم ما في مشكلة بس أنتوا ما بتستفيدوا. إحنا فاهمين الرسمة ماشي. أي واحدة بتعيط على الشرط. طلع علي كيف. مبدئيا أنا برأيي إذا بدكم تسمعوا رأيي المساق انتوا الفصل هذا ضربتم فيه منيح ما طبقنا عليه كثير وما بدي ما بدي طبق على الكمبيوتر بس على الاقل على ورقه. كيف انتوا الوظيفه السابقه خلصتوها انتوا صح؟
الوظيفة الأسبوع الماضي، هل كانت صعبة؟ هل كانت صعبة؟ لا لا. قديش أخذت معكم؟ ربع ساعة، ثلث ساعة؟ إنه هاي عشان فيها نلون أسود وسكني وأسهم. بدون ما ما تلوني، حطي لي أرقام. شو رأيكم أنا أعطيكم خلاص أستاذ أرقام؟ مش مشكلة، أعمل المناسب. أستاذ أنت حط لنا الأرقام جاهزة وإحنا بنحدد لك الفور والباك والكروس والريس. لا الأغلب أنا بعطيكم إياهم، بس أنتوا حطوا لي الأرقام، أنتوا حطوا الأرقام، بقول لكم بدي أبلش من هاي، بعطيكم طريقة معينة كيف نختار العناصر، ماشي؟ بس حطوا لي أرقام، لو رسمة واحدة وفعليها الأرقام يكفيني. ماشي. تمام؟ تمام. ما 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 بدك تبعث لنا اياه على البوينت ولا احنا نسويه على ورقه ونرجع له؟ شو رايكم نسوي لكم؟ بدكم اياه ترسموا؟ عبر ببعث لكم اياه باور بوينت. باور بوينت اسهل. باور بوينت حاضر. لا انا عشان فيش عندي باور بوينت برسم لك اياه على ورقه. تفرش تفرش. اذا برفع لكم ملفين، ملف الباور بوينت تعبوه، ملف صوره كمان ان شاء الله. تمام؟ الليله وبكره ان شاء الله بكون نزل لكم اياهم. في اي سؤال ثاني؟ لا يعطيك العافية أستاذ. تمام هيك إن شاء الله. وبدكم طبعا أي سؤال حطوا على حلقة النقاش، اكتبوا اللي بدكم إياه، أي أسئلة وبجاوبكم. تمام إن شاء الله. إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.